هذه الألوية القتالية من غزة. يعني بداية تحياتي لك ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. الاحتلال طبعا هو يعمل في ما يقارب من 50 لواء في قطاع غزة بأماكن متفرقة، يقوم بين الفينة والأخرى بتغيير الألوية وإنزال ألوية جديدة، لكن واضح أن هذه المرة قرر سحب 5 ألوية بشكل كامل ليقوم طبعا بتسريحهم بعد أن أصبح هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة جدا اقتصاديا عليه. جزء كبير جدا من الألوية التي تسحبها الألوية من الاحتياط التي تم استدعاؤه، القوات الإسرائيلية التي تعمل في قطاع غزة. يعني هو حضرتك شايف يا دكتور انه ان هذا السحب متعلق بالامور الاقتصاديه وفقط؟ لا لا، هذا جانب طبعا. جنود ارهقوا قطاع غزه بشكل كبير جدا، والعدد الكبير من الجنود في قطاع غزه اصبح طبعا يمثل طبعا صيد ثمين للمقاومه، وبالتالي هو يريد ان يخفف من وجود هذه القوه، خاصه انه يركز الان في خان يونس والتي سيستمر القتال بها 15 يوما القادمة بشكل شرس، خاصة هناك 7 ألوية تعمل في خان يونس لوحده، وبالتالي هو يريد أن يخفف بشكل أو بآخر الآن من الخسارة بعد أن ضربت طبعا وحدة قفعات وضربت جولان وضربت النحل ضرب، وبالتالي هو يريد أن يخفف من ضحايا داخل قطاع غزة. والتقديرات الغير اللي أعلنها الاحتلال بعد التقارير العبرية تقول أن بين قتيل وطبعا وجريح أكثر من 5000 جندي إسرائيل خلال هذه الحرب، أضف من هم أصبحوا مرضى نفسيا، فبالتالي لديه مشكلة كبيرة جدا في استمرار الحرب بنفس الوتيرة. هو يريد أن يخفف من ذلك من خلال سحب بعض قواته وتخفيف وجودها في مناطق بخاصة مثل رأينا في الشمال، هو يقول سيطرنا فتخرج له الصواريخ ويخرج له المقاتلين. الآن هو يركز بشكل كبير جدا على خان يونس. هذه الألوية إن أراد الحاجة لها فيعيدها، هو صرح قبل عدة أيام 125,000 مقاتل من الاحتياط، وبالتالي بقى لديه ما يقرب من 225 يعني يقارب من طبعا من 45 لواء، وبالتالي هو يريد أن يخفف بشكل تدريجي من هؤلاء الاحتياط. لأن منذ قليل أعلنت دكتور أيمن، منذ قليل أعلنت حماس اغتيال نائب رئيس الحركة صالح العروري في من قصف من قوات الاحتلال لمكتبه في بيروت. دلالة هذا يعني القصف، يعني الاحتلال الذي فشل في طبعا الوصول إلى قيادة المقاومة في غزة حاول أن يهرب من ذلك باتجاه اغتيال الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية في لبنان، وهذا في قلب بيروت، وهذا يمثل حرج. أولا حزب الله الذي وعد إذا استهدف أي شخصية من الفصائل حتى الفلسطينية هو سيكون الرد من حزب الله قاسي، حتى الآن لم نرى الرد. طبعا هذا الأمر هو تصعيد خطير بشكل أساسي، إن أراد الاحتلال أن يفتح جبهة طبعا لبنان، وانفتح جبهة لبنان وجبهة الشمال، فهو في هذه اللحظة هو ليس بحاجة إلى التسريع. يعني منين هو بيسحب ألوية لمشاكل اقتصادية، ومنين بيفتح على نفسه جبهة تانية في جنوب لبنان؟ هو يعني في حرب 2006 هو لم يستخدم أكثر من 20 لواء، بالتالي لديه مخزون بصراحة من الجنود، نتحدث عن أكثر من 500,000 بين طبعا جيش نظام وجيش احتياط، حتى لو صرح جزء منه فهو ليس لديه مشكلة. أنا أعتقد الجزء الذي صرحه هو لأن بعد 90 يوم من القتال، من ضمنها أكثر من 60 يوم حرب متواصلة في غزة، جنوده بحاجة إلى الاستراحة، خاصة أنه هذا ليس جندي عقادي، هذا جزء جندي مرفه، وبالتالي هو لم يعد له طاقة لاستمرار الحرب، وهو يدرك استمرار هذه الجنود في قطاع غزة سينهاروا بشكل كبير جدا، رغم أنه يتم تبديلهم، ولكن يتم تبديلهم على الحدود. طب حضرتك بتشوف قرار السحب ده دكتور أيمن أنه يمكن يكون تمهيد لسحب كامل لقوات الاحتلال وانتهاء الحرب؟ لا، موضوع انتهاء الحرب لا زال مبكر الحديث عنه، لأن نتنياهو لديه رؤية في إعادة التموضع في غزة. الخطة الأمريكية تتحدث عن انسحاب وقف الحرب البرية، تخفيف حدتها بشكل كبير جدا، إعادة التموضع في 5 إلى 7 مناطق في قطاع غزة، محور فيلادلفيا من ضمنه، منطقة خان يونس فاصلة، منطقة في الوسطى فاصلة، ومنطقة في الشمال فاصلة. ونتنياهو تحدث عن خطة إنشاء طبعا 7 أماكن مفصولة عن بعضها البعض، ثم تنمية بروز كيانات محلية لتدير الأمر. هذا هو يواهم في ذلك، ولكن هو يحاول أن يتحدث عن ذلك، لكن الأمور بشكل عام لا زالت بعيدة عن ما يطمح به نتنياهو، بالعكس مستحيل عليه
وبالتالي انا اعتقد سحب هذه القوات لاعاده التموضع وارد، لكن هذا سيتم في حال وجود طبعا الوصول الى تهدئه. وانا اعتقد على الانفصال يعني اتمنى ان تقبل المبادره المصريه، لان المبادره المصريه ستنهي ما يقوم به الاحتلال بشكل كبير جدا وستمثل حرج عليه، خاصه اخرها طبعا يفضي الى انسحاب الاحتلال من كل قطاع غزه ويفضي الى وقف الحرب واحياء عمليه سياسيه يعني اقل تقدير داخلي. يعني نتمنى ذلك، وفي القريب يعني نسمع هذا الخبر وان تنتهي هذه الحرب من اجل يعني سلام وامان الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا دكتور ايمن الرقب.